احنا حتى النتائج بتاع التحقيق هذا تم نشرها من طرف وزارة الصحة، وكما قلت لك احنا اكثر حاجة ناكدوا عليها اللي تراو بالرغم من وجود هذايا العمليات التلوث والعمليات لو ديفيرسمون دو لو بولوي هذايا في دون لا ناتور، المنظومه المائيه نتاعنا محميه، والمنظومه المائيه نتاعنا تقوم بمعالجه المياه الموجوده في السدود ولا في المجمعات المائيه. الاكيد انه المياه اللي دخلت للمواطن هي سليمه 100%، وهي حتى في درجه من الجوده، في درجه عاليه من الجوده حسب لي نورم نتاع الـ OMS.